مع الشكر الجزيل للزميل خالد ياسين، الشكر الجزيل موصول للكابتن طارق ذياب، كابتن يوسف شيبو. سيداتي أنساتي سادتي أيها الأحبة مشاهدي قنوات بي إن سبورتس الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. يظهر أو يعود البرازيلي مرة أخرى كوتينيو إلى مدينة برشلونة، ويظهر أمامك حكم المباراة السيد جيل مانزانو. اليوم بالمناسبة عيد ميلاده 34، تهانينا لحكم المباراة السيد جيل مانزانو، راح يحتفل بعد نهاية هذه المباراة بعيد ميلاده 34. تحياتنا لميسي. ميسي تصور، صدق أو لا تصدق، أن في هذا الديربي يجلس على قائمة المباراة السيد جيل مانزانو اللي راح يحتفل اليوم بمحاولة، يرغب يحب أن يعود إلى برشلونة. بكرة تحولت اتجاه المرمى ولكن تصل إلى حارس المرمى لويس سواريز. الشهية مفتوحة، 16 هدف في الليغا، 115 مباراة في الليغا، يا الله سجل رائع الحقيقة للرائع لويس سواريز في اسبانيا عند الساعة 4:15 بالتوقيت المحلي. بمحاولة برشلونة وصلت إلى المتألق الرائع اللي أمامك لويس سواريز، تمر وفي الأخير ستعجل الزعماء، تجد محاولة الآن برشلونة، ولكن محاولة برشلونة تحولت بهذا الشكل. الخطورة لمصلحة برشلونة. الله 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 الله، حلوة التسديدة، حلوة. كوتينيو يتقدم من هذا المكان اللي حبه ومن هذا المكان اللي فضل انه هو يسدد. اختار الزاوية اليسرى والمقص الايسر، واهم محاولة في هذا الديربي يقوم فيه البرازيلي كوتينيو. خطر في الديربي على اسبانيول، قد ياتي الهدف، ولكن الكرة عالية في الكاس الدوري. الله الله الله، حلوة 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 حلوة، التسديدة الجميلة اللي يقوم فيها بابتيساو، التسديدة وردة الفعل ممتازة من تير شتيغن. لدينا لقطتين في بكرة وصلت بهذا الشكل جاهلا بكرة اسبانيول الرأسية، لكنها لويس سواريز يسقط على أرضية الملعب. لويس سواريز في الأخير المباراة، دييغو لوبيز يتابع الضربة الركنين، لعبت جهة بيكي، يعني تفوق لبرشلونة، وبرشلونة يتلقى محاولة في سقوط حكم المباراة، يقول ما في شيء. اعتراض الأنصار المشجعين على حكم المباراة، يقولون ما احتسب لنا، يقولون إنها إلى خطأ، يقولون إلى بطاقة صفراء. وجرانيرو والضربة الحرة المباراة عالية، يخرج مباشرة في مكان خطير لويس سواريز، يتقدم، يسدد الكرة عالية من فوق الجميع، من فوق اللاعبين، ومن فوق حارس المرمى، ومن فوق العارضة إلى ضربة مرمى لمصلحة إسبانيول. العام في هذا الملعب